حياتي. اسبوع مرور موحد بين دول الخليج، تبادل الخبرات بين دول الخليج واخذ الخبرات من جميع الدول. ويعني احنا خذينا خبرات كثيره من البحرين، من اهمها يعني طريقه غرفه العمليات اللي عندكم، ما شاء الله غرفه يعني مميزه وممتازه جدا، وشلون طريقه ضبط المركبات والرادارات عندكم، وصراحه شيء يعني مبهر وشيء جبار من شغلكم للعمل المروري اللي بيساعدنا على داخل دول الخليج، من عمل بين دول الخليج من التعاون بينهم. اسبوع المرور الخليجي ياتي ترجمه لحرص القيادات العليا في مجلس التعاون على اهميه السلامه المروريه لمستخدم الطريق، وتتيح هذه اللقاءات لوفود ابناء المجلس الاطلاع على تجربه الدول وتبادل الخبرات في مجال السلامه المروريه وافضل الممارسات في العمل المروري، والتي تساهم في الحد من الحوادث المروريه وسلامة مستخدم الطريق للحد من الحوادث المرورية والحد من الإصابات. كانت الفكرة أن نبرز الأزياء لكل جولة خليجية عربية، أخذ لها وقت قليل طبعا، كان وايد حلو طبعا أكيد. رجعنا مشاهدينا من بعد هالتقرير الجميل اللي شفناه، تحيه لكل اهل الخليج اللي مشرفينا، وراح ننتقل ان شاء الله وياكم الحين الى تغطيه مباشره للقريه المروريه اللي تقام في منتزه دوحه تعرات تزامنا مع اسبوع المرور الخليجي 33 مع زميلتي زينه مصطفى. زينه يمسيك الله بالخير، ولك الهوى تنقل لنا الاجواء اللي قاعده تعيشينها في هاللحظات في دوحه تعرات، تفضلي زينه. مساك الله بالنور سالم. طبعا نفس ما ذكرت حاليا انا متواجده في منتزه دوحه حراد، وتحديدا في القريه المروريه، وهاي اللي تكون بالتزامن مع اسبوع الخليجي للمرور في نسختها 33 تحت شعار حياتك أمانة. طبعا خلينا أقول لكم الأجواء بشكل عام، ما شاء الله ناس متواجدين بكثرة، حتى الأطفال متواجدين، وأعتقد هاي الشيء كثير مهم أنه يكون في جانب للأطفال في هذه الفعالية عشان تكون عندهم توعى، خلينا نقول جانب توعوي من حياتهم بشكل عام، لأن في بعض الأطفال ما يرضون أن يحطون حزام الأمان مثلا، أو مثلا ممكن يطفون الشارع بدون ما أنهم يشوفون أن في سيارات جاية ولا لا، فهاي جانب كثير حلو أنه قاعد توجه الأطفال المرور لهذه الأمور المهمة. الحين معي أحد المشاركين في هذه القرية، خلينا نتعرف عليه ونتعرف على خلينا نقول طبيعة اشتراكه في هذه القرية. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. تعرفني بنفسك؟ عبد الله يوسف برشيد من فريدم سكوتر جروب. في البداية أبيك تكلمني أكثر عن طبيعة مشاركتك في القرية المرورية. أول شيء احنا هنا مشاركتنا طبعا نوعي الناس أن الدراجة النارية لها حق في شوارع المملكة، وأن الإنسان اللي يمشي الدراجة عنده عائلة وعنده أهل ينتظرونه، فنتمنى احنا من سائقين السيارات أن ياخذون الحذر أثناء قيادتهم، وإذا شافوا الدراجة أن يعني يحترمونها في الشارع. نفس ما ذكرت قبل شوي ان في تواجد حتى للاطفال، ابي اعرف شنو نوع الرساله اللي توجهونها حق الاطفال بطريقه او باخرى؟ طبعا الرساله اللي وصلناها حق الاطفال اللي هو لا تركب اي دراجه من غير خوذه، او انك تكون لابس واقي لجسمك، ونتمنى له ان اللي ركب الدراجه يستانس مع اخوه مع ابوه، وما يروح
في دقيقه واحده لان طالع بدون خوذه، خاصه تمت مشاركتنا في اللي هو الاسبوع التوعوي في منطقة الصفير، تم توزيع 100 خوذة على سائقين دراجات اللي ما يرتدون الخوذة. شكرا لك ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله رسالتكم توصل للكل. إن شاء الله، ونتمنى أن الكل أن يدير باله على سائقين الدراجات. وشكرا يعطيك العافيه. سالم، طبعا نفس ما شفت اظن الاطفال يبينون من وراي، وحتى شرطيين المرور اللي موجودين ايضا عشان يعطون جانب توعوي للناس، السائقين خلينا نقول، او حتى الاطفال والاهالي. طبعا من خلال الحلقه انا اكيد راح ارجع لك، ولكن الحين الكلمه لك في الاستديو. كل الشكر لك زين، يعطيك الف عافيه. تحيه لك ولضيوفك الكرام، وايضا تحيه لكل رجال الاداره العامه للمرور، وتحيه لكل بحريني يلتزم بالقانون. مشاهدينا يعني بعد ما شفنا اكيد هذه التغطيه المباشره، اكيد راح نعود لها ان شاء الله مع زميلتنا زينب من جديد في دوحه عراد. الحين راح نعود مشاهدينا لكم من بعد هذا التقرير الجميل اللي استعرضته زينه، وما بنخلص من زينه للحين. موجود ويانا زميلتنا كي زينه مصطفى في القريه المروريه بدوحه عراد، راح نعود لها وراح نتعرف شوي على بعض التفاصيل اللي موجوده في هالقريه. مسيك بالخير زينه. مسيك الله بالنور سالم، واكيد رجعت لكم من منتزة دوحه عراد وفي القريه المروريه. طبعا سالم، انا قبل شوي مع حديثي مع احد المشاركين في القريه كانوا من شركه بابكو، كنا قاعد نتكلم عن الاحتياطات اللي لازم الناس تسويها في محطات البترول، واكثر شيء يمكن خلاني استغرب شوي ان استخدام التلفون ممكن يكون جدا خطر عليك انت كشخص قاعد تسوق او في المحطه، وايضا على الناس اللي معاك في المحطه. بالفعل زينه، انا ودي اعرف حتى ممكن نزولك من السياره في المحطه ممكن هاي يكون خطر يشكل عليك وايضا على الناس اللي موجوده في المحطه. بالفعل بلا شك زينه، بما انك موجوده هناك انا كان ودي تنقل لنا ايضا يعني من هي المنظمات اللي موجوده. انا للامانه بما اني شخص كل يوم اتمشى في دوحه عراد يعني ممارس الرياضه فيه، فيعني شفت امس ربما قبل حتى افتتاح هذه القريه المروريه شفت العديد من الشركات، ايضا شركات سيارات مشاركه، شركه مختصه ربما ببيع اطارات السيارات، يعني ربما اسماء متعدده. احنا ودنا ايضا نطرح الاسماء، بلا شك احنا نوجه لهم تحايا عموما كل المساهمين في هذه القريه، ولكن من هي الجهات اللي موجوده بشكل عام؟ شنو الايفنت اللي قاعدين يسوون الفعاليات؟ ايضا شفت مسرح، يا ريت لو تكلمينا شنو هي الفعاليات اللي قاعده تصير هناك تحديدا؟ هو بشكل عام سالم الفعاليات اللي موجوده كل بوث مختص انه هو يوجه رساله توعويه بشكل او باخر، ان كانت للاطفال او ان كانت لحتى الكبار، وايضا الاداره العامه للمرور موجوده عشان تكلم الناس عن خلينا نقول المخالفات اللي ممكن تصير، خلينا نقول النقاط اللي قاعد تطلع الحين حق المخالفات، وايضا لسلامتهم في الشوارع بشكل عام. وايضا الحلو في الموضوع انه ايضا بعد قاعد يكلمون الاطفال في شركات للاطارات، وزاره المواصلات ايضا موجوده، شركات النفط موجوده، التامين ايضا موجود، هذه كلها موجوده علشان يوجه رساله توعويه للناس، لان في كثير من الناس اللي خلينا نقول ممكن تكون متهوره في الشارع، فايضا هذه لفته حلوه من شركات التامين والشركات السيارات. نعم بلا شك، يعني احنا نوجه لهم يعني تحيه على وجودهم. زينه لو قلنا يعني انا ودي اعرف رايك بصراحه، بلا شك انت يمكن اجريتي يعني جوله من قبل حتى احنا نطلع على الهواء، واكيد انك دردشتي ربما مع بعض الزوار. بنظرك زينه اليوم يعني ايش كثر المواطن البحريني صار عنده وعي، وايش كثر يعني ودي اعرف حتى مثل هذه الايفنتات، مثل هذه الفعاليات، مثل القريه المروريه اللي انت موجوده فيها فعلا تساهم في زياده الوعي عند المواطن البحريني. أكيد سالم، طبعا أنا قبل شوي كنت واقفة شفت ناس وايد قاعدين يسولفون مع رجال الشرطة المرورية، قاعد يسولفون وياهم ممكن في أشياء ممكن الناس ما تكون مثلا منتبهة لها في الشوارع أو شيء نفس كذي، ممكن إنه يسألون، كانوا يسألون الشرطة يسألونهم شنو الشيء الصح اللي احنا نسويه في السيارات، شنو ممكن ناخذ حذرنا اكثر في السيارات او في الشوارع على الهاي ويز، حتى المناطق اللي فيها المناطق السكنيه بشكل خاص. الناس اشوفها
مستمتعة إن كانت بحرينيين من البحرينيين أو حتى المقيمين مستمتعين اليهال قاعدة أشوفهم مستانسين في ألعاب ممكن حتى تعلم اليهال أن مثلا هاي الإشارة أنه لازم توقف هاي الإشارة أنه أنت لازم تطالع يمين يسار على أساس أن أنت تطوف الشارع فهاي الشيء وايد حلو ان احنا قاعد نشوف اليهال قاعد يتعلمونه حتى لو هم صغار وللحين ما عندهم الليسن هاي شيء حلو ان هم يتعلمونه من الحين بالفعل يعني اكيد احنا نثمن جهود وزاره الداخليه متمثله في الاداره العامه للمرور على مثل هذه الفعاليات التوعويه ايضا نثمن جهودهم الحثيثه في ايضا رفع مستوى الوعي عند الطلبه البحرينيين اليوم من خلال مناهج السياقه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم الحمد لله الجهود متكاتف اليوم كلها من أجل زيادة الوعي عند المواطن البحريني بدءا من الصغر زينة مصطفى دائما رسائلك مميزة دائما كلماتك لها أثر قوي في قلوب المتابعين بلا شك عبر شاشتنا الوطنية كل شكر لك زميلتنا زينة مصطفى ويعطيك ألف عافية على تغطيتك الجميلة